شي دغري انت استلمت اول سؤال يلا انه زبطتيها ما عاد تغريدة شي لا ما تعملون الشي انا ما عملته شو بدك تعرفي رأيي نعم اوكي اول شي جل من لا يخطئ كل انسان بيغلط واوقات الانسان لازم يغلط لا اول شي يعرف دجا حدوده وين بيفكر وشو بده يقول طبعا انا لما سمعت شو كانت عم تقول مريم انا مصر لإلي مثل حيالله وطن عربي مثل بلدي خط احمر بس غلطت واعتذرت ويمكن ما كان قصده فما بدنا نكبر الشغلة اكتر ما هي وعملت ريتويت وعملت انا اوقات بعمل لايك على شيء معين بيكون عم ينقال بضحكني مش على شيء خاصه بمريم مريم بنتيجة مواطنة لبنانية وانا مش رح اجي هون انه اتهجم عليها لانه حدا يكون مبسوط اعتذرت وقبلوا الاعتذار نقابة الفنانين بمصر والشعب المصري واكيد مع الوقت بتزبط وضعها يعني